هسه طلابي عندي الإيميل، طريقة الإرسال عندنا تو إلى مثلا اسم الشخص راح نرسل له الإيميل، مريم، شهد، أحمد، سارة، مصطفى. عندنا سبجكت الموضوع a bad day، يوم سيء. هاي I had a bad day yesterday، كان يوم أمس سيء. I went to the park with my team، أنا ذهبت إلى المتنزه أو النادي برفقة فريقي. to practice playing volleyball، للعب كرة الطائرة أو تمرن على لعبة كرة الطائرة. It was a hot day، كان يوم حار. And we play for 5 hours، ونحن لعبنا لمدة 5 ساعات. I only had a cup of tea for breakfast، أنا لدي كوب من الشاي للفطار. In my bag في حقيبة ظهر. I had a big bag ولدي of sweet، ولدي كيس من الحلويات. And a small tin of cola، وعلبة من علبة البيبسي. I was wearing my younger brother trainer، أنا أرتدي my younger brother trainer، حذاء أخي الصغير. Because mine were at school، أنه كان في المدرسة. I was also wearing my new woolen sweater، وأنا أرتدي بلوزة جديدة. Because I like it so much، لأني أحبها. At first، في البداية، I had a headache، عندي كان صداع. But I didn't stop playing، لكنني لم أتوقف اللعب. Then I got very hot، ثم أحسست بحرارة. But I didn't stop، لكني لم أتوقف. Then my feet started to hurt، ثم قدماي بدأت تؤلماني. Then I felt very bad، ثم شعرت أني لست بخير. And I feel dizzy، وشعرت بدوار. This is a picture of how I felt، هذه الصورة توضح كيف أنا بدأت. My friends carried my home، أصدقائي حملوني إلى المنزل. My mom and dad gave my water، أعطوني الماء. To drink and but me، للشرب. And but، لكني but me. To bed، ووضعوني في الفراش. With a cold towel on my head، ومنشفة مبللة على رأسي وضعوا. My mom made me some soup، أمي صنعت لي بعض الشوربة، هي السوب. I feel better now، أنا أشعر بتحسن الآن. But yesterday، لكن البارحة. Was a bad day، كان يوما سيء. هاي أحمد، المرسل منه أحمد. هاي طريقة إرسال الإيميل، قلنا إلى والسابجكت الموضوع شنو كان، وبالنهاية نكتب اسم الشخص، يعني اسمنا إحنا. هسه هنا عندنا وصل الجمل بالعبارات. عندنا هنا نمبر 1، you should eat. عندنا هنا you should eat، أنت يجب أن تأكل. enough breakfast، الفطار يعني الكافي. You shouldn't wear، أنت يجب ألا ترتدي. Clothes that are too thick، ملابس سميكة جدا. هاي نمبر 2. نمبر 3، You should have، أنت يجب، قلنا الهاف لطريقة الامتلاك. Enough breaks، استراحة كافية. You shouldn't play، أنت يجب ألا تلعب. Number 4، You shouldn't play، أنت يجب ألا تلعب. For too many hours، لساعات كثيرة أو عديدة. هاي number 4. Number 5، You should drink، أنت يجب أن تشرب.
نمبر 5 enough water الماء الكافي او ما يكفي من الماء هاي نمبر 5 نمبر 6 you shouldn't only eat انت you shouldn't only eat انت يجب الا تاكل فقط سويت الحلويات نمبر 7 you shouldn't wear انت يجب الا ترتدي هاي نمبر 7 shoes that are too small shoes كلش صغير نمبر 8 you have a headache عندك صداع او الم بالراس so you should rest يجب ان تاخذ استراحه نمبر 9 you feel hot انت تشعر بسخونه so you should cool down under a tree يجب ان تستريح تحت الشجره you feel dizzy تشعر بدوار so you should lay down يجب ان تستلقي هاي العبارات وصلناها بالجمل كان هذا نهايه درسنا اتمنى ان اعجبكم مع تحياتي من سسرا